السلطة يوما في إخراج الجزائر من لسجن أنفسهم في الليل. وبالتالي أنا لا أقول بتكييف القوائم المستقلة، كاين فقط 8 لحد الآن اللي جبدوا، 8 في المجالس البلدية الشعبية، بينما في القوائم الحزبية راهي 1327. هاي في البداية في الانطلاقة، هكا شفنا في التشريعيات بأن في البداية كانت كما قلنا، بصح من بعد الأحرار راكم شفتوا كيفاش صبحت القوائم نتاع الأحرار، يعني في بعض الأحيان حتى فاتت القوائم الحزبية. لكن أعطيتكم دوك هذه تاع اليوم الأول في الانطلاقة كيف عليه الحال. في المجالس الشعبية الولائية عندنا 39 قوائم حزبية وخمس قوائم مستقلة، معناتها هذو اللي راحوا تقدموا للسلطة الوطنية يعني المندوبية الولائية وباش سحبوا الاستمارات نتاع الترشح نتاعهم. وهنا أننا نشير بأن الاستمارات راهي متواجدة عبر كامل المندوبيات السلطة الوطنية. اليوم على الساعة 11 كانت يعني عدد المسجلين الجدد 25813، وعدد المشطوبين 140946، يعني تقريب ما يساوي 74000 من حالة الأشخاص المعالجة، يعني فيه حركة. لكن كاين اللي يقول فلا ربما كيفاش في اليوم الأول كاين 48000 مشطوب. هنا باش نوضح لكم باش تكونوا عارفين يعني الميكانيزمات، لأن القانون يشير بأن عملية تطهير القوائم الانتخابية تتم قانونا على طول السنة.